رايك يا حرام؟ راجعنا وبالمغرب. موجوع كثير يا ابو نشربي. روح الدير. معلش اخي، بدنا نكف سعيد هالجلاين. الجوهر في مضمون الإنجيل هو ذبيحة الحب الفادي. هذه الذبيحة تستمر تتجدد في ذبيحة القداس. ما القداس إلا اشتراك فعال في عمل المسيح الفدائي المتجدد في كل زمان ومكان. لنصل. آبد قشتو هو بروخ دبحو دم راعي لوخ الهونو قبيل. يا أبا الحق، هو ذبنك ذبيحة ترضيك، فاقبل من مات عني واغفر لي. هذا القربان تقبله من يدي وارضى عني. ما أكثر آثامي وما أعظم مراحمك. إن وازنت يرجح حنانك رجحان الجبال. انظر الآثام وانظر الكفارة عنها، فالكفارة والذبيحة أعظم بكثير من الزلات. لأنني أخطأت قاس ابنك الحبيب المسامير والحربة، آلامه كفؤ لإرضائك ومنحي الحياة. معلمي تاخذ لك مثل شاورة بسمني، عودي منيح بقووك. الليلة ليلة عيد الميلاد، إن شاء الله الطفل يسوع يشفيك يا معلم. أبانا الذي بالسماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
مسكين مات ليلة الميلاد والتلج قامت. كيف بدنا ندفنه بكرة بهالطقس؟ والري غايب، راح على موتة البطرك حنا الحج. مين بيلو بالحبيس المعطر؟ قوموا تدفوا لكم ندفة، البرد ما بينحمل. شو هالبرد؟ الهيمة ما قدرنا حدنا بالكنيسة من الساعة. كيف عاش 23 سنة ساجد مثل التمثال، لا يتدفى عنار ولا يلبس قطعة صوف؟ نياله كان يتدفى عنار محبة الله. هلا ارتاح، كل دقيقة سعادة عند الله عقد 1000 سنة شقة.